الوردة. يلا. لولا الملامة يا تعالي بقى نتكلم. لما هي وردة لما قالت لولا لولا الماء، مش الكلمة تبقى زي ما بتتقال عشان المعنى ما يتغيرش؟ ما نمطش يعني. ما تمطيش الكلام. ولو قلتي زي ما انت سمعت بالظبط هيطلع حلو منك، لان انت جواكي احساس حلو مطربه بس مش عارفه تحركيها، مش عارفه تطلعيها. الله الله الله، بس هذا حلو الاستاذ دي. اتفضلي يلا. ها فوق راسي. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرت جناحي عالهوى زي اليمامة. وقاطر وقرف رف الفضاء، واهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري، كفاية عمري اللي انقضى، وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة واهمل ملامة. اتفضل يا استاذ هيمي، اتفضل حضرتك. احفظي صح هتقولي صح، يعني احفظي كويس هتقولي صح. لما تيجي بتحفظي، بتحفظي ازاي؟ لازم تكوني حابه الاغنيه عشان تقوليها، وبعدين لما تيجي تقوليها تزهقي منها قبل ما تقوليها، عمرك ما هتحفظي. طبعا لازم طالما عارفه الاغنيه حابه الاغنيه تلحي على انك تقوليها. لما بتلحي بتبقى المقامات سليمه، انما لما تسمعي كده ودني وتقع ما ينفعش. لازم تتاكدي بانك نقلتي صح من الاصل، ومش اصل واحد، ممكن ورده، ممكن نجاة، ممكن فايزه، لان كل دول يعملوا لك شخصيه اداء. انما حتى لما تيجي تغني المطربه بس واحده تبقى نسخه مهزوزه مش اصلي. الغنى الجيد بيجي ازاي؟ من ده ليه ده ليه دي ليه ده ليه ده، الخلطه دي بتتكون فيها شخصيتك الغنائيه.